الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الدرس ده هنشرح 2 في 1. يعني إيه 2 في 1؟ يعني الدرس ده هنتعلم فيه حاجتين. أول حاجة هي إننا ممكن هنتعلم إزاي نحول مجموعة صور إلى ملف PDF. تاني حاجة هي هنتعلم إزاي نضيف طبعة PDF. يعني إيه نضيف طبعة PDF؟ يعني لما نيجي نحول مجموعة الصور لملف بي دي اف هنحتاج ان احنا نظللهم بالشكل ده، كليك يمين وبعد كده هنضغط على برنت، ومن برنت هنختار طباعة بي دي اف. طبعا بيكون في كذا طبعة هنا، فاحنا لازم نختار ادوبي بي دي اف، تمام. وبعد ما نختار ادوبي بي دي اف ونضغط على برنت هيتم تحويلهم لملف بي دي اف واضح وصريح في المكان اللي احنا هنحدد الحفظ فيه. طبعا انا مش هعمل كده. طيب ليه مش هعمل كده؟ علشان انا لازم اعلمك ازاي الاول تضيف طبعة بي دي اف، علشان لو كلمة ادوبي بي دي اف دي مش موجودة عندك. طيب يبقى انا اول حاجة هعملها هعمل ايه؟ هدخل على كنترول بانل، وبعد كده هدخل على هاردوير اند ساوند، وبعد كده ديفايس اند برينترز، وبعد كده هدخل على طبعة ادوبي بي دي اف وهعمل لها ريموف. طيب انا هعمل لها ريموف ليه؟ علشان اوريك ازاي اضيفها من الاول. بعد كده اضغط على اد برينتر، وبعد كده اضغط على الكلمة اللي موجودة عندي تحت دي، واختار اخر خيار اللي هو اد لوكال، وبعد كده هضغط على نيكست، ومن نيكست هضغط على نيكست تاني من غير ما اعمل اي حاجة في الاعدادات دي، وبعد كده هضغط على هاف ديسك. بعد ما اضغط على هاف ديسك هضغط على بروزر، ومن هنا هختار الملف اللي انا هسيبه لك في الديسكريبشن تحت الفيديو ده، تمام. هختار منه اول خيار من الملفات الصغيرة، مش الفولدرات، الملفات اللي هو ادوبي بي دي اف، تمام، اللي انا معلم عليه ده هختاره، وبعد كده هضغط على اوبن، وبعد كده هختار اوكي. بعد ما اضغط على اوكي هيظهر لي الشكل اللي احنا شايفينه ده، فهعد 6. يعني ايه هعد 6؟ يعني كلهم نفس الاسم، فانا مش هعرف احدد لك اسم معين لان كلهم نفس الاسم، فانا هختار رقم 6. ده 1 2 3 4 5 6. طيب طبعا انا بنزل بالكيبورد بعد لحد رقم 6 اهو، وبعد كده هختار الطبعة او كلمة ادوبي بي دي اف رقم 6 وهضغط على نيكست. بعد ما اضغط على نيكست هحدد اول خيار، او في الأغلبية هيكون هو متحدد أصلا، وبعد كده أضغط على نيكست تاني. هنا بيقول لي برينتر نيم، ممكن تسمي الطبعة أي اسم أنت حابه، فأنا ممكن أخليه أدوبي بي دي إف بس، وبعد كده أضغط على نيكست تاني، وبعد كده هضغط على فينيش. إيه اللي تم معايا؟ اللي واضح إن في طبعة ظهرت هنا أهي، تمام. طيب بعد كده بعمل لها ست، تمام، يعني ايه اخليها الطبعة الاساسية بتاعتي عامة، يعني مش مشكلة. المهم ان احنا هنيجي بقى على الخطوة التانية اللي هي عايزين نحول الصور دي لملف بي دي اف. هنضغط، احنا هنعلم عليهم كلهم كليك يمين بالماوس كده، وهنختار برنت، ومن برنت هنختار، لو عندك اكتر من طبعة انا قلت ان انت هتختار ادوبي بي دي اف. طيب بعد كده هنضغط على برنت، هيسألنا عايز تحفظ الملف بتاع البي دي اف اللي انت عملته ده عايز تحفظه فين بالظبط، فانا هختار الديسك توب، وبعد كده هضغط على سيف. بعد ما اضغط على سيف هلاحظ ان الملف اتعمل معايا عادي جدا، مفيش اي مشكلة. وبكده هنكون نهينا درس النهاردة. اشوفكم بخير الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.